رائد علم البكتيريا وواضع أسسه حاز على جائزة نوبل بعد اكتشافه البكتيريا المسببة لمرض السل روبرت كوخ. ولد كوخ في 11 من ديسمبر عام 1843 في ألمانيا، ونشأ في عائلة كثيرة الأفراد. أظهر كوخ قدرة استثنائية على التعلم منذ صغره، حيث تعلم القراءة لوحده من الصحف بعمر 5 سنوات فقط. ذلك الطالب المجتهد سريع التعلم درس الطب وتتلمذ على يد الطبيب الألماني فريدريك جوستاف جاكوب، وتخرج عام 1866. يعد روبرت كوخ أول من أثبت منذ حوالي 100 عام أن الأمراض المعدية التي كانت تفتك بشعوب أوروبا سببها كائنات حية مجهرية. بدأت الحكاية خلال فترة عمله كطبيب مسؤول في الجيش عام 1876، حيث كلف بالكشف عن مسببات وباء الجمرة الخبيثة. وقد نجح كوخ في زراعة البكتيريا المسببة للمرض وتقديم وصف مفصل له. لم يكتفي كوخ بذلك، وإنما صور أيضاً الكائنات الدقيقة عبر المجهر، لذلك اعتبر رائد علم البكتيريا وواضع أسسه. وبفضل أبحاث كوخ تمكن العلماء من دراسة الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان. بعد ذلك رسخ العالم الألماني مكانتها الطبية وقدم إنجاز آخر أنقذ حياة الملايين، فقد استطاع أن يفك لغز البكتيريا المسببة لمرض السل. السل كان أحد أكثر الأمراض فتكاً بالبشر في أوروبا ذلك الوقت، وعلى الرغم من استخدامه مختبراً بدائياً وخطيراً للغاية، نجح كوخ في تلوين بكتيريا السل، واستطاع أن يستخلص مادة التوبوكلين التي لا يزال الأطباء يستخدمونها في مواجهة مرض السل إلى الآن. أبحاث كوخ حول مرض السل تحديداً هي التي كانت سبباً في حصوله على جائزة نوبل. لم يعنى كوخ بالأمراض التي انتشرت بالقارة الأوروبية وحسب، وإنما وجه اهتمامه أيضاً لما يجري خارج قارته. ففي سنة 1883 قام بدراسة مرض الكوليرا في مستشفى الإسكندرية بمصر بعد أن اجتاح الوباء البلاد وأودى بحياة أكثر من 40,000. كما أجرى أبحاثاً حول أمراض الدم المعدية في إفريقيا كالملاريا ومرض النوم. في النهاية لا يزال اسم كوخ محفوراً في وجدان البشرية على أنه أحد العلماء الذين أنقذوا حياة عشرات الآلاف في أوروبا وخارجها.